بغي يعرفوا غير الخبر، بغينا نعرفوا على الخبر اشنو هي بردوا لينا قلوب. صافي واش مدمر اخوها والحاج والحاج عمي اجي اجي ما تعرفش. شوف مازال ما نحكموش نقولوا غرق، نقولوا ربي يسمى نخبر الخير. كاين اخو واش امان ان شاء الله غيكون لحد باقي ما كاينش شي حد رسمي الا كاين امان. اخو اخش ديالنا راه شي خمس شهور دابا باش تغيب، ما عرفنا واش حي ولا ميت. كنطلبوا من الله ومن السلطات بغينا نشوفوا واش حي ولا ميت. راه الامهات ديالنا كيتشوف لا 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 محمد رسول الله. خويا خويا راه ديبلوم الكتريسيتي عنده باك كلشي راه بخير. كاين عنده ماستر، كاين عنده ماستر، كاين عنده ديبلوم ديالو من خويا. الدراري راه 20 عام اخويا 18 عام كنا ديما كنصبحوا عليه ماما باقينا حتى شهر كيجر فهمتي كيمشي كيلقى راسو جالس عام ثاني فان كونترا كيمشيو يضربوا بنادم لا نابيك اديكو مام باور كريتش ايرمو كيمشيو كيضربوا بالشباب حتى ماشي غير حفظنا السميات ديالهم. اخويا شحال من واحد السيفي ديالو كيلقى عاد من الزريعه في هذه البلاد. حنا كنطالبوا منهم يديروا شي حل اخويا، راه الشباب كيضيع وحنا راه دابا كنقولوا حنا باقيين غنمشيو اخويا لديك البلاد. مازال غنمشيو غنمشيو ان شاء الله غنمشيو ان شاء الله لديك البلاد اخويا. ما خايفش فين غنخاف اخويا؟ بيت هذا حي وبيت بلاد الموسى علينا حق صحيب. والله يدير شي شاوي ديال الخير لهاد الشباب اخويا، الله يدير شي شاوي لهاد الشباب. انا دابا باش نطلع على دار دولي كنبغيك تطلع الدار دابا هو باش كتطلع لداركم كتحس براسك متقلب. مزير باش داري كتحس براسك بحال مزير على دارك عادي خاصو 30 عام في عمري. شي راه خاصو مع والديك اخويا لك اللي شان عمر مضيعهم في درهم وانت عندك 30 عام في عمرك ما تدخل على داركم حتى نقول. ما شفناش دابا هاد اللقطه ديال الام اللي كتبكي وطايحه مسكينه على ولدها. ورا لا اله الا الله محمد رسول الله. خويا انا كنترعد، راه كنترعد اخويا في هاد الشيء. كنترعد يلاه ميت يا ولد كنترعد كمل عليها حتى نزيد نقتلها. الله يدير شي شاوين ديال الخير. مالك ديال البلاد راه داير الخدمه ديالو ولكن اللي معاه راه ما مديانيش الخدمه ديالو، ما كيشافروا فيه عين بين اخوه. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اما هو راه ملي كيحطهم في البرلمان ولا في شي حاجه راه كيحلفوا ليه في المصحف ولكن راه ما كيوفاش بهذيك الحلفه، ما كيخافوش الله هذوك الناس اخويا. وعاش الملك. زين دابا نشتاجو غير خبر. انت ماشي غير خبر اخويا، انت ماشي مشكل كبير. اصغيول اصغيول لا اله الا الله محمد رسول الله اخويا. بالله اصغيول ما تخشي بها اصغيول. دابا هذاك الحراك كيقول لهم ليبيا مش دوزين اخويا. كيوهم الناس، الحراك كيوهم الناس حيت كون كان وسام اخويا ما غيهربش والديه من العضو وما غيهربش. شهرين دابا هو معاه مسكين، شهرين باش هرباني. شهرين هو كان في الديار الايطاليه. سمعنا خويا الديار الايطاليه اخويا العصاب اخويا شدنا ركبنا العصاب في هاد البلاد هادي. راه الاول انا رسوما كدار فيها عامين كيف بدون وي عامين في الاخر قال لك اخويا حيدنا كيف بدون وي. سير تنعيطوا لك راه من 2013 هي 2022 ما كاين والو. خدمت في نيكسونس عامين حتى هي ما كاين والو. راه كيضربوا بك العذاب في هاد البلاد هادي وكيصيفطوك بحال شي حمار كيضربوا عليه في العذاب ما كاين والو اخويا. رفان كونطا هما قتلونا بد فيرواشات وكتمشي كضرب معاهم 6 شهور عام في الاخر ما كاين والو. يعني كنطلبوا من هاد المسؤولين حيدوا لنا هاد الفيرواج، حنا ما بقيناش باغينهم. مادام يدخل الشركه تيشيلير يضرب معاهم شماره تيشيلير، حنا ما باغيين لا ترسام لا والو، باغي نبقاو خدامين. بغينا نعيشوا، باغينا نعيشوا اخويا. ولا اله الا الله الشيء اللي كاين اخويا راه في عاد الزبد. كامل اخويا شنو عمان عمر حسن عز الدين اسامه انتي اخويا اسامه اخويا عز الدين انتي الدراري كاملين اخويا. انا عمان صور الاخر بلا كلهم ولاد درب واحد كلهم اخويا ولاد كرام. هاي صور الاخر بلا شنو ما عرفتش شهر 12 خويا راه
كنقولوا حنا فاهمين والو والدينا كيموتوا تعرف هذا خاص غير خبر يا مشدود يا شنو هو الشيء باغي نعرفوا راه الشيء كامل راه الشيء ديري واللي بغى نعرفوا شنو دابا الشيء واش دابا الهضره دابا كنتكلموا على تونس ولا شنو في المغرب غادي بلاصه وسهل الامور سهل المصاريف بلاصه شي واحد الاب ديال شي حيت مرات اخرى مرات اخرى مشاهدينا اوفياء مشاهدين مغارب نيوز مرات اخرى كما كتلاحظوا هذه هي الحاله اللي عليها هنا منطقه الكرم بسيدي مؤمن يعني عائلات المهاجرين السريين المغاربه اللي يقال العديد من الاقاويل كتقال في الباب هذا كاين هناك من يقول بانهم مسجونين بليبيا كاين هناك من كيقول بانهم مسجونين بتونس كاين هناك من يقول بانهم يعني توفوا لحد الساعة جوج ديال الحالات اللي مؤكدة ديال الوفاة اللي كما سبق أشرنا قناة مغارب نيوز بأنه جوج تم العثور عليهم ميتين وبهذه المناسبة كنقولوا الله يوليهم برحمة الله والله يصبر العائلات ديالهم يا رب ونتمنوا أن هاد العائلات هادو كلهم يسمعوا خبر الخير على الأبناء ديالهم والفلدات ديال الأكباد ديالهم شتوا معنا يعني الحالة الهستيرية اللي عليها العائلات فكنتمنوا انه السلطات تاخذ بعض التدابير يعني لمعرفه مآل هاد الوليدات هادو هما تا هما كيقولك بانهم الا كانوا ميتين نعرفوا بانهم ميتين يعني صافي نبكوا عليهم ونسوهم الا كانوا حيين نعرفوا بانهم حيين هذا هو السؤال والتساؤل اللي كيطرحوه هاد الناس هادو اذا الى هنا مره اخرى سناتي على نهايه هذا البث المباشر كان معكم مراسل المغرب نيوز مصطفى القرناوي من هنا من منطقه الكرم بسيدي مؤمن يحييكم والى اللقاء.